قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على لميا ونتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده. الدولار الامريكي سعر البيع فيه 19.68 والشراء 19.61. اليورو سعر البيع فيه 19.40 والشراء 19.31. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.17 والشراء 22.8%. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.94 والشراء 19.85. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.76 والشراء 2.75. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.23 والشراء 5.21. والدينار الكويتي سعر البيع فيه 63.57 والشراء 63.31. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 5.33 قرش. ومن أسعار العملات لأسعار الذهب النهاردة ومتوسط أسعارها، معنا عيار 18 سعر السوق النهاردة 913 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1065 جنيه للجرام، عيار 24 1217 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8520 جنيه. ونروح تاني لشاذلي نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمى.